عن أحد الصالحين رضي الله عنه: من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان، ونور الله بصره، ولا يصيبه فقرا أبدا، ولا جنون في بدنه ولا في ولده. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة صلت عليه الملائكة واستغفرت له، وإذا مات في يومه أو ليلته مات شهيدا. من كان في كآبة وقرأ سورة الممتحنة 3 مرات بعد صلاة العشاء يصرف عنه السوء بإذن الله. ومن كان مريضا وداوم على قراءة سورة الممتحنة 7 مرات بعد صلاة العشاء ويدعي بالشفاء يشفى بإذن الله. من سبح بسورة الممتحنة 100 مرة في عمره وقاه الله من جميع الأمراض. وهذه كانت فوائد أو فضائل قراءة سورة الممتحنة، وهي السورة رقم 60 في القرآن وعدد آياتها 13. وهترك لكم السورة في الوصف، صندوق الوصف بإذن الله، وأترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.